اسري ربع ساعة ربع ساعة بس ربع ساعة اكون معك بس بظبط الطريق. لا والله لابس لابس هو جاهز في البيت. لا والله اسي ادور بوح يجيك تواضع. لا 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 انتظر في جدك في جدك خلاص اوكي يا عزة. ايوه عزة مالك؟ موبايلي خدت هنا موبايلي والمفتاح. تعرف اكيد عوض شالوا معه هي مادي ذاكرته خربانة خالص. شالوا؟ انت متحضر شو انت معاك؟ كده شو المفاتيح اللي معاك دي؟ اي بس اللون الاصفر ده. لكن بعرفت يا عوض كيف تشيل معاك المفتاح؟ شنو انت نسيت نسيت نسيت؟ ومبارح نسيت شلت الزيادة حق البوتجاز او المبارح حق يموت. يا اخي الطرحة حقتي عملتها كرفتة اصلا شو؟ خلاص طيب يا كراد أيوه. يا اخي عليك الله انا ماشي المكتب امشي لاسمه منو ده؟ منو بيعرف ولا هو قال لي اديه شنو كده ما اعرف لكن هو بكون عارف. اوكي خلاص عليك الله. اسمع موبايلي ما عليك عليك الله ما تنساه ان شاء الله امشي له واسمه منو كده؟ اليوم قول له قال لك عملت له اسم بتاعه هو بيعرف جاب ناس الطيب لا جاب ناس ال بدك قهوة؟ طيب خلاص طيب مفتاحي؟ اي الو منو معك؟ اي اي انا اسف انا عارف انه انا ضارب بس انت منو؟ عشان انا والله ضربته بس ضربته لمنو ذاته؟ الطيب الطيب عارف المكتب كيف ده؟ والله نسيت انا بس ضربته لكن ما عرفتك قلت لك ما عندك فكرة عن ضرب لك نشوف. ألو؟ قفل الخط. لك والله تعرفي يا ها؟ يا نسيت اسمي؟ لا لا نسيت اسمك يا روحي نسيت اسمه اسم زوجته يا روحي حصلت يا عوض تنسى اسمي؟ لا 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 والله نسيته يا موضوع النسيان نسيت اسمي معناه مرة ثانية صح ولا ما صح؟ مرة ثانية شو يا بخيتة؟ تنسى الموبايل تنسى الريموت تنسى اصحابك تنسى ايش بقى يعني كيف يعني تنسى اسمي؟ هذا جرب ما قعد يكتب يا محاسن حطوا لقيه ولا بقعد لك يا محاسن مش يا هويدا اماني جايين اميره تغريد ربع تنسى اسمي؟ تنسى اسمي انا قاعد يا ربي لا لا اسمع 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 يا اسيا اسيا كوزر فردوس عزيزة ومعلي بخيطة